أهلا بك فدوى، تهنئة المغرب على حق استضافة البطولة الأكبر في العالم. بالتأكيد هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب وكذلك قدراته على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية. نعم زميلي، كما ذكرت فلهذه الاعتبارات والاعتبارات أخرى كرة القدم مجددا تتصدر المشهد في المغرب وفي العالم باختيار المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. ملف مشترك، ملف قوي، ملف يجمع لأول مرة في تاريخ هذه الكأس التي ستصادف سنة 2030 مئويتها، تجمع قارتين، القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. بلاغ الديوان الملكي الذي زف هذا الخبر الذي يوصف بالسعيد والمفرح جدا للمغاربة قال على أن أو تضمن عبارات تشير إلى أن هذا يعكس ثقة المنتظم الدولي في قدرة المغرب على تحقيق أو على تنظيم مثل هذه الملتقيات الكبرى. المغرب سبق له وأن نظم العديد من المباريات والملتقيات الكروية الهامة، كؤوس أو بطولة العالم للأندية، نهائيات كؤوس إفريقية، تصفيات، واختياره مؤخرا تقريبا قبل أيام لاحتضان نهائيات أو لاحتضان كأس الأمم الإفريقية كان 2025. هذا الاختيار أو هذا الفوز يأتي أيضا في السياق الدينامية الإيجابية التي تشهدها كرة القدم المغربية، لا على مستوى النتائج من خلال وصول منتخب المغرب إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس قطر 2022 والنتائج الإيجابية والتألق الكبير لكونه الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي يصل إلى هذه المرتبة وهو في هذه الآونة يتسيد القارة الإفريقية من حيث النتائج. لا على مستوى أيضا البنية التحتية التي يشهدها المغرب، هناك أو شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة استثمارا وتوجها خاصا نحو تطوير البنية التحتية الخاصة بلعبة كرة القدم. عدد من المدن المغربية بها ملاعب بمستويات عالمية، فاس، طنجة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، أيضا هناك ملاعب قرب، هناك استثمار في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. إذا كان هناك المغرب نهج خلال العشرية أو خلال السنوات الأخيرة نهجا يهدف إلى تطوير هذه اللعبة سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة أيضا للإناث حتى تم تحقيق هذه النتائج اللافتة. إذا هي مرحلة جديدة ستمكن المغرب من التألق مجددا سنة 2030 إلى جانب إسبانيا أيضا والبرتغال في هذه الكأس القارية، وتاني فريق أو تاني دولة عربية تحتضن هذه البطولة العالمية بعد قطر. هناك جانب آخر أيضا جانب سياسي في الموضوع هو علاقات المغرب بإسبانيا. هذا التنظيم المشترك سيمكن المغرب من توطيد علاقاته بجارته إسبانيا. المغرب وإسبانيا جارتان تجمعهما أو تقربهما الجغرافيا وتقربهما العديد من الملفات، والأكيد على أن ملف تنظيم كأس العالم سيزيد من هذه العلاقة أو من قوة هذه العلاقة إلى جانب علاقة المغرب بالبرتغال. إذن بصفة عامة الجميع سعيد وفرح بهذا الاختيار وبهذا الاعتماد من طرف الفيفا للمغرب وإسبانيا والبرتغال، والكل يأمل في أن يعيش هذه اللحظة، لحظة 2030، لكون كما ذكرت المغرب وبعد محاولات عدة لتقديم ملفات الترشح من أجل استضافة هذه الكأس العالمية ينجح في أخذ أو ثقة وكسب ثقة المنتظم الكروي الدولي من أجل تنظيم هذه التظاهرة الكروية العالمية. إذن هناك فرحة كبيرة، فرحة بإنجاز منتخب أسود الأطلس ورفاق وليد الرقراقي، واليوم فرحة أخرى تنضاف سواء باحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا في 2025 أو باحتضان كأس العالم 2030. الأكيد بحسب القراءات وبحسب التجارب السابقة هذا التنظيم سيكون له انعكاس
جد إيجابي على المغرب من العديد من النواحي، لا من جانب السياحة أيضا، من جانب الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها، وأيضا الزيادة وفي إشعاع كرة القدم قاريا ودوليا. كل التوفيق للمغرب في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية والإفريقية. فادو المرابطي مراسلة الغد، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.